تقرير استخباري كشف عن معلومات جديدة عما يجري من تحركات صاروخية بين إيران وبين روسيا، ومن كشف عن هذه التفاصيل صاحب أهم وأخطر التسريبات على الإطلاق هو باراك رافيد على موقع أكسيوس الأمريكي يوم أمس، الذي تحدث عنه بأن الأمر مرتبط تماما بالصواريخ البالستية الإيرانية، وبأن هنالك تراجعا إيرانيا، ليس تراجعا من مسألة إرسال هذه الصواريخ لروسيا من أجل أن تستخدم في الداخل الأوكراني وعلى البنى التحتية الأوكرانية وضد الأوكرانيين، لا أبدا، بل إن المسألة مرتبطة في النوعيات التي سترسلها إيران لروسيا بحسب هذا التقرير الاستخباري، لأن هذه الأمور مرتبطة بمسائل قانونية قد تسبب مشكلة لإيران، وقد تسبب أيضا في نفس الوقت مشكلة قد تكون هي أكبر على روسيا. لماذا؟ هنالك تفصيلا وقرارا معينا في مجلس الأمن الدولي مرتبط بالاتفاقية النووية التي تم توقيعها مع إيران في عام 2015 في زمن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. نتحدث عن قرار مجلس الأمن الدولي ألا وهو 2231 الذي أصبح جزءا من الاتفاقية النووية كما تحدثنا، وهو ينص بأن ممنوع على أي دولة تقوم بنقل أو استلام أو إرسال الصواريخ البالستية الإيرانية أو حتى طائرات المسيرة الإيرانية التي يصل مداها إلى أكثر من 300 كيلومترا وحمولتها أكثر من 500 كيلوغراما، وهذا الأمر ممنوع حتى أكتوبر عام 2023، ومن يخالف هذا الأمر فسيتم تفعيل آلية سناب باك على إيران، وقد تكون هنالك عقوبات على الدولة المتعاونة في هذا الشأن، ولكن آلية سناب باك ستفعل ضد إيران في حالة ثبوت هذا الأمر، التي من المفترض على إيران ألا تخالفه أبدا. وآلية سناب باك نتذكر تماما كيف طبقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد جي ترامب عندما انسحب من الاتفاقية النووية في عام 2018، وضعت إيران تحت ضغط هائل للغاية حتى رأينا فوز الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الذي تساهل في الكثير من التفاصيل مع إيران، وبالتالي تغير السيناريو تماما على الإيرانيين، والأمر صعب أيضا على الروس لأن روسيا أساسا هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي الأمور تأتي بهذا الشكل، وبأن إيران تراجعت الآن عن النوعيات الخاصة التي تريد ترسلها إلى روسيا. ما هي هذه النوعيات يا ترى؟ كما نتذكر في أكتوبر الماضي من هذا العام كان هنالك حديثا عن معلومات استخبارية بأن إيران وروسيا اتفقتا على الصواريخ البالستية التي سترسلها إيران لروسيا، ألا وهي صاروخ فاتح 110 الذي يصل مداه إلى 300 كيلومترا، وصاروخ ذو الفقار الإيراني الذي يصل مداه إلى 700 كيلومترا. التفاصيل التي جاءت من موقع أكسيوس الأمريكي أكدت بأن الإيرانيين استبعدوا تماما صاروخ ذو الفقار لأنه يصل إلى 700 كيلومترا كما نتحدث الآن، وسيعتمدون فاتح 110. هذا الصاروخ البالستي هو الذي ستعتمده إيران في إرسال هذه الصواريخ لروسيا، ولكن هنالك لا زال الكثير من التعديلات التي يبحثون عن القيام عنها، قد يكون بسبب أن الوزن أو الحمولة تصل في هذا الصاروخ إلى أكثر من 500 كيلوغراما، بالتالي هنالك تعديلات على هذا الصاروخ، ولكن يجب أن ننتبه، هذا لا يعني بأن إيران الآن أو صواريخها أصبحت أقل خطورة وأن ذو الفقار كان من الممكن أن يكون أكثر فاعلية من هذا الصاروخ. يجب أن لا نستهين بهذا الصاروخ، فالصاروخ جميع العراقيين رأوا هذا الصاروخ والعمليات التي قام بها في مارس الماضي من هذا العام على أربيل بهذا الشكل على عدد من الأهداف، ضربات كانت مدوية للغاية أدت مثلا إلى تدمير هذا المنزل بهذه الطريقة التي ترونها. إيران تحدثت عن مواقع للموساد أو اجتماعات للموساد، والقصة أخذت مديات أخرى، ولكن لاحظ الدمار الذي يحدثه هذا الصاروخ وأحدثه عندما أصاب أربيل. بالإضافة إلى ذلك، هذا الصاروخ نفسه هو الذي انتقم لعملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2020، قاموا باستهداف قاعدة عين الأسد بصواريخ فاتح 110 التي نتحدث عنها الآن ويتحدث عنها هذا التقرير، وكانت الإصابات كبيرة جدا في قاعدة عين الأسد التي يتواجد وتتواجد فيها القوات الأمريكية طبعا في العراق في محافظة الأنبار. إذا ما اقتربنا من هذه النقطة ستلاحظ كمية الدمار التي جاءت هنا في هذه النقاط التي يتواجد طبعا فيها الجنود الأمريكيين، لا إصابات لا قتلى لا جرحى، ولكن
كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق. الرجل كان قد تحدث لبرنامج 60 مينتس الأمريكي آنذاك عن هذا الهجوم تحديدا الذي جاء على قاعدة عين الأسد، وقال بأنه كان خطيرا للغاية وقوة تدميرية هائلة تمتلكها هذه الصواريخ، صواريخ فاتح 110 الإيرانية. وهذه الصواريخ طبعا يجب أن ننتبه في ظل أن الآن بالنسبة للروس بأنهم سيستلمون هذه الصواريخ، فالمديات كما نتحدث هي 300 كيلو مترا، هي ستعطي إمكانية هنا كما تلاحظون أوكرانيا، هنا روسيا، أي أنها تصل إلى مديات لا بأس بها من هذا الاتجاه. مثلا لو انطلقت الصواريخ فإنها ستصل إلى خاركيف، أي بما معنى إلى ما بعد إقليم دونباس، وهي كافية للغاية بالنسبة لهم لتحقيق الكثير من التفاصيل. دعونا هنا نصحح الموقف قليلا من طبيعة هذه النقطة، فهذه الصواريخ ممكن أن تصل إلى هذه المنطقة، إلى دنيبرو تقريبا، أي تتعدى منطقة دانييتسك تماما، وأيضا لو انطلقت من شبه جزيرة القرم فهي ستتعدى خيرسون وتتعدى أساسا مدينة ميكولايف، وهذه تعطي قدرة كبيرة جدا للروس لتحقيق الكثير بالنسبة عندما نتحدث عن هذه الصواريخ البالستية. وأيضا أنها تستطيع أن تصل إذا انطلقت من شبه جزيرة القرم، تستطيع أيضا ضرب أوديسا من دون أي مشاكل، وأيضا تستطيع عملية استهداف كييف إن أخذت من هذه المناطق أو انتقلت مثلا إلى بيلاروسيا واستخدمت على العاصمة الأوكرانية كييف في ظل استراتيجية واضحة من قبل الروس في استهداف البنى التحتية الأوكرانية في ظل شتاء قارس يتقدم بشكل خطير. وعلى هذا الأساس موقع أكسيوس ذكر الآتي من هذه التفاصيل التي ذكرناها لكم: تريد إيران الحد من مدى الصواريخ التي تخطط لتزويد روسيا بها للحرب في أوكرانيا. تسليم الصواريخ البالستية الإيرانية إلى روسيا يمكن أن ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي ويؤدي إلى آلية سناب باك، رغم أن إيران تحاول المناورة المراوغة في مسألة إرسال الصواريخ البالستية على محاولة مناورة هذا القرار الذي تحدثنا عنه، القرار 2231 المرتبط في الاتفاقية النووية والذي من الممكن أن يفعل آلية سناب باك، إلا أن إيران تتعرض الكثير من الضغط بسبب طائراتها المسيرة، وهي طائرات شاهد 136 المفخخة التي ظهرت طبعا في أوكرانيا، وهذه واحدة من اللقطات لهذه الطائرات المسيرة التي ضربت بشكل كبير للغاية وبفاعلية عالية البنى التحتية الأوكرانية وغيرت بعضا من المشاهد التي طبعا تجري في هذه المعركة. فالمشكلة أن هذه الطائرات المسيرة هي أيضا تعتبر جزءا من القرار وقرار مجلس الأمن الدولي 2231 من الاتفاقية النووية التي وقعت في عام 2015، وطبعا يجب على إيران إن أرسلت أي طائرة مسيرة لروسيا يجب أن يكون مداها أقل أو أن لا تتجاوز 300 كيلومترا، يجب أن لا تصل إلى هذه النقطة تحديدا، لأن هذا هو الأساس في هذه المسألة. وعلى هذا الأساس هذه الطائرة طبعا هي تصل إلى 2000 كيلومترا، هذه مشكلة حقيقية للغاية بالنسبة للإيرانيين. لذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي يوم أمس فرض عقوبات على إيران على 8 كيانات وأفراد إيرانيين بسبب تورطهم في نقل الطائرات المسيرة من شاهد 136 إلى روسيا. أيضا كانت هنالك عقوبات من بريطانيا تحديدا التي فرضت عقوبات أيضا على الإيرانيين بشكل واضح. مجلس الأمن الدولي سيكون له اجتماع حول طبيعة التعاون العسكري بين إيران وروسيا في 19 من ديسمبر القادم، توقعات كبيرة لعقوبات أو قرارات شديدة ستأتي تجاه إيران تحديدا، خاصة في ظل تقارير استخبارية نشرت في 9 من ديسمبر قبل أيام قليلة من هذا العام، تحدثت بأن إيران وافقت على إرسال 6000 طائرة مسيرة إيرانية لروسيا، معظم هذه الطائرات من نوعية شاهد 136. وطبعا بالنسبة للإيرانيين يحاولون تفادي هذه المسألة، يحاولون المراوغة. وزير الدفاع الإيراني اليوم بحسب وكالة تسنيم قال ليس هنالك دليلا حقيقيا قدمته أوكرانيا في مسألة تورطنا في إرسال الطائرات المسيرة لروسيا لكي تستخدم في أوكرانيا. هم يناورون بهذه الطريقة رغم الكثير من الأدلة التي طرحت ورغم العقوبات التي بدأت تفرض دوليا على الإيرانيين، على الكيانات، على الأفراد المتورطة في هذه الطائرات المسيرة، لأن القرار الذي نتحدث عنه الموجود في الاتفاقية النووية هو مستمر حتى أكتوبر عام 2023. بعد ذلك من الممكن أن ترى إيران تعترف بمسألة إرسال الطائرات المسيرة أو حتى تعترف بإرسال الصواريخ البالستية لروسيا. حتى ذلك الوقت لا نعلم ما الذي ممكن أن يتغير، في كل ما ممكن أن يتغير بغض النظر عن هذه التفاصيل، فإن هذه الصواريخ البالستية أو صاروخ فاتح 110
الإيراني الذي ترونه البالستي الذي سيصل على ما يبدو من كثرة التقارير لروسيا ليستخدم في أوكرانيا مع طائرات المسيرة الإيرانية مع ما تمتلكه روسيا من ترسانة صاروخية وعسكرية كبيرة مع أيضا زخم بشري كبير لا زالت تمتلكه روسيا على الأرض. فهذه قد تغير معادلات مهمة جدا في الفترة القادمة وتحديدا في دانييتسك. هنا هنالك مشكلة لدى روسيا في دانييتسك مقارنة بكل المناطق التي هي تسيطر عليها أو تتواجد عليها في الأراضي الأوكرانية، لأن دانييتسك كما تلاحظون هنا السيطرة الروسية هنا السيطرة الأوكرانية باللون الأبيض، فبالنسبة لهم طبعا ودعونا نأخذ اللون الأسود هنا، هذه هي الحدود الإدارية لدانييتسك. لاحظ المسافة الكبيرة، هي توضح بأن الأوكرانيين لا زالوا يسيطرون على 50% من هذه المنطقة، والروس أيضا يسيطرون أو الانفصاليين في دانييتسك يسيطرون أيضا على ما يقارب 50% أو أكثر بقليل، نسب متقاربة للغاية. بالتالي لا زال هنالك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، وبالتالي الصواريخ البالستية أو طائرات المسيرة وكل ما يمتلكونه من زخم من الممكن أن يخدم هذه المعركة بضرب الأوكرانيين وضرب الإمدادات الأوكرانية، خاصة كما تلاحظون بأن هنالك بحسب معهد دراسات الحرب منطقة كليتشيفكا الآن تشهد معارك كبيرة رغم دخولنا بالشتاء، رغم الحديث بأن هنالك تباطؤا في هذه المعركة، لكن حتى هذه اللحظة هناك معارك استراتيجية تجري في هذه المنطقة. هذه هي طبعا وهذا هو إقليم دونباس وهنا دانييتسك. دعونا نقترب من باخموت والتي تأتي قريبة منها كليتشيفكا، هذه مسألة مهمة للغاية يجب التركيز عليها. هنا كوستانتينيفكا وهنا طبعا باخموت، هذه هي المناطق التي تجري فيها المعارك. إذا ما حاولنا التوقف هنا، دعونا نتوقف هنا لنأخذ هذه النقاط ولنفهم ما الذي يجري. طبعا بالنسبة لهذه المناطق مثل كوستانتينيفكا وغيرها من هذه المناطق هي كلها تحت سيطرة الأوكرانيين، كذلك باخموت أيضا هي تحت سيطرة الأوكرانيين، ولكن أيضا الروس يشكلون هجوما كبيرا جدا، سرية فاغنر تهاجم هذه المنطقة من ثلاث اتجاهات، هذه الجبهات الأمامية لباخموت ويحاولون بعملية محاصرتها والإطباق عليها من عدد من الاتجاهات، أي يحاصرونها بهذا الشكل، دعونا نحاصر هذه المنطقة، هذه هي الفكرة الأساسية محاصرتها تطويقها والسيطرة عليها، ولكن هذا الأمر هو ليس واضحا حتى هذه اللحظة التي نتحدث عنها. إذن بالنسبة لي الروس طبعا وبكل تأكيد هم في حالة سيطرة على العديد من المناطق وهنالك نوع من الهجوم، هذه كلها مناطق يسيطرون عليها والقوات الأوكرانية تتواجد أساسا في منطقة كليتشيفكا التي ترونها هنا. الذي تطور وشيء جديد الذي تطور أن القوات الروسية تقدمت بشكل مثير إلى هذه المنطقة ألا وهي بيلاغورا هنا بهذا الاتجاه اتجهت إليها، وأيضا أنها تقدمت من الاتجاه الذي يأتي إلى شمال كليتشيفكا التي تلاحظونها، وبدأت تمتلك الكثير من العوامل، بدأت تحاصر كليتشيفكا، هي قطعت هذا الطريق الذي ترونه ودعونا نأخذ لونا آخرا، هذا الطريق الذي ترونه قطعته تماما على الإمدادات التي ممكن أن تتحصل عليها أوكرانيا في مدينة باخموت، بل أنها أصبح لديها سيطرة تامة على طريق يمتد من باخموت إلى كوستانتينيفكا، وأصبحت لديها سيطرة نارية جيدة للغاية. عندما نتحدث مثلا عن المدفعية الروسية المهمة للغاية التي تلعب أدوارا كبيرة في هذه المسألة، إذا كانت في قصف هذه المنطقة التي ترونها هنا أمامكم ألا وهي كليتشيفكا أو حتى قصف هذا الطريق، وبالتالي هم لديهم سيطرة كبيرة للغاية تأتي على هذه المنطقة تحديدا، وبالتالي أصبحت عملية قطع هذا الطريق والتقدم لهذا الطريق هو أمر مهم للقوات الروسية، إن تقدمت بهذا الاتجاه وأيضا سيطرت على هذه المناطق سيعني في نهاية المطاف محاصرة هذه المنطقة اضطرار هذه القوات أو القوات الأوكرانية هنا، دعونا نأخذها هنا أن تنسحب إلى كوستانتينيفكا وأن تسيطر على هذه المنطقة وتبدأ مرحلة سيطرة كبيرة جدا على باخموت أيضا، وقد يدفع أيضا القوات الأوكرانية انسحاب. لذلك لاحظ هذه النقطة مهمة لأنها ستفتح كوستانتينيفكا، ستفتح كل هذه المناطق وتسيطر عليها، وبالتالي ستحقق تقدما سريعا على هذه المدن المحصنة بشكل كبير من قبل الأوكرانيين، فما بالك إذا دخلت هذه الصواريخ التي نتحدث عنها الإيرانية أو حتى بدأ الزخم الكبير في الشتاء للتهيئة للأشهر الأولى لمارس لفبراير القادم طبعا، وأتحدث هنا طبعا بشكل واضح عن مارس القادم أو حتى أبريل القادم الذي من الممكن للقوات الروسية أن تحقق الكثير مع دخول هذه الصواريخ والأسلحة الإيرانية إلى الواقع وأن تصبح واقعا أمام الجميع.